حسابه على تويتر: لن تجدوا سوى الدعم المطلق لإسرائيل وكمية عنصرية وحقد هائلة على الفلسطينيين كشعب، شعب كله وليس الإسلاميين وليس المقاومة، كل الفلسطينيين كما سمعنا قبل قليل كلهم بالنسبة له ليسوا بشرا. فهو حتى في تغريداته الأخرى لا يرى الفلسطينيين إلا أنهم كنعانيين وحاقد عليهم أكثر من حقد بني إسرائيل على بني كنعان، يعني نفس خطاب بني إسرائيل حرفيا. والطريف يعني أنه هو حاقد عليهم مع أنه أصلا يتبنى العروبة، يعني هو عربي سعودي ويرى أن هؤلاء الكنعانيين من عرق آخر. طبعا كلنا نعرف الكنعانيين هم عرب طبعا، لكن هذا هو مستوى ثقافته كما يبدو. فيعني هو يعتبر أنه العروبة تتوقف ربما عند حدود السعودية العظمى، هي التي تمثل العرب والإسلام لوحدها، وكل ما عداها فهو في درجة أدنى عرقيا وربما أيضا ليسوا بشرا كما قال. قاتلهم الله، والله العظيم هؤلاء ليسوا بشر. فيعني ربما من هنا نستطيع أن نفهم إعجاب هؤلاء ببني إسرائيل الذين حرفوا التوراة، لأن بني إسرائيل أيضا في تحريفهم هذا فكرهم كله قائم على العنصرية والاستعلاء على كل البشر. والمهزل أيضا أنك تجد هؤلاء يحتقرون الفلسطينيين والكنعانيين بين قوسين على أساس أن الفلسطينيين يتآمرون ضد السعودية العظمى كما يقول بنفسه، هذا رأيته في تغريداته وسمعناه أيضا، ولكن هم في المقابل يركعون أمام الصهاينة على أساس أن الصهاينة هم رعاة السلام. وأنا أقول هنا ليس دفاعا عن الفلسطينيين أيضا، ولكن يعني حتى لو كنت كارها لكل شيء فلسطيني ولأي سبب كان، فلن تجد لدى الفلسطينيين أي خطاب تآمري ولا أي خطاب توسعي خارج نطاق منطقتهم، تحديدا المقاومة في غزة لن تجد في خطابهم أي شيء له علاقة بالسياسة الخارجية، قضيتهم هي منطقتهم فقط والمقاومة ضد محتل فقط. حتى يعني لما كانوا السوريين يطالبونهم أن يتدخلوا لصالحهم في أي كلمة أو على الأقل يتبرأوا من بشار أو كذا، حتى هذه كانت قضية محرجة جدا لهم، وكانوا دائما يقولون، وهذا ليس دفاعا عنهم، أنه ما عندهم أي شيء آخر في اهتماماتهم خارج قضيتهم، وهذه قضية أخرى لا أناقشها الآن، لكن أقصد هنا أنهم دائما يصرون على أن قضيتهم هي فلسطين. في المقابل ترى هؤلاء المعتوهين الموتورين يتهمون الفلسطينيين وتحديدا المقاومة بالتدخل في السعودية، وبالمقابل الصهاينة ليسوا فقط يحتقرون السعوديين وغيرهم من العرب، بل أيضا مشروعهم مشروع إسرائيل الكبرى قائم على اقتطاع ثلث السعودية أصلا، يريدون التوسع ما بين النيل إلى الفرات بما يقتطع تقريبا الثلث الشمالي من السعودية وصولا إلى المدينة المنورة، هذا كله بالنسبة لهم من أرضهم التي وعدهم الله بها، وهذا معلن، ومع ذلك بالنسبة لهم هؤلاء رعاة سلام ولا يتدخلون في السعودية العظمى.